حقيقة من مجيء عادل. أولا عادل يمثل نمط جديد من الإسلاميين، مو إسلامي بمعنى حزبي وكذا وإلى آخره. وتعرف حضرتك أيضا المجلس تغير، مجلس الإسلامي الأعلى، وصار مجلس وحكمة وإلى آخره. وعادل تربطني بعلاقات قوية، صداقة يعني مو جديدة، قديمة يعني. ما أقدر أحكي وياه بحرية، وإذا أحكي وياه بحرية يعني، فشو أنا أتآمر عليه؟ وليش أتآمر عليه؟ وإلمن وش أسوي يعني؟ شو أريد أصير؟ صرت رئيس وزراء أنا الوحيد بتاريخ العراق كله، نعم، من تأسيس الحكم العراقي الوطني إلى هسه الوحيد اللي كان يمتلك السلطات التشريعية والتنفيذية أنا.